نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنك لعلى خلق عظيم. صدق الله مولانا العظيم. ہم تیسری رات سے یا پچھلی تیسری مجلس سے آقا علیہ السلام کے خلق عظیم کی بات کر کے یہ واضح کر رہے ہیں کہ سب سے اہم